أنا وأنتم والشاعر الرسول أحمد استقبلوه بذكر محمد وآل محمد. يا الله العزاء الكريم إخواني الشعراء، عليكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الفاجعة الأليمة، ألا وهي استشهاد أبي عبد الله الحسين ومن كان معه. نسأل من الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل ببركة محمد وآل محمد. السيدة زينب روحي لها الفداء يسألها أحد المارة: كيف تأكدت أن عبد الله الرضيع قد فارق الحياة؟ واخبريني عن مجريات الطف. فلن تجيب إلى أن أصر الغلام فأجابت من فتحة قماطة، من فتحة قماطة عرفت لا تسأل، العدل يتمغط من قماطة يتحلل. ورقية رقية تخاف تشعل شمعة نص الليل، على ياساس شمرة وعلى الخيم مشعل، هل ب12 خلصوا وكان صباح الخير، مرة مذبوح اخوي قبال شتحمل، شلون تريدنا تحمل؟ واشوف الخيل حبل تسحق على حسين، هم على كيف تمشوها موزنها ثقل، شلون تريد نتحمل؟ واشوف الخيل حبل تسحق على حسين، هم على الخيل تمشوها موزنها ثقل، الحنطة البرحهم ما انطحنت هيتش، الخيل تتعب على ضلوعه تتبدل، وشافونا الحنطة البرحهم ما انطحنت هيتش، المهرة الخيل تتعب على ضلوعه تتبدل، وشافونا نتوضى. بسرعة جابوا خيل وحد الرجلين صار الذبح، وتخيل دم طفر علينا، وانتو هم تدرون الوضوء الا حدم ما يستمر يبطل، كل ظنهم السادة وضوءهم يبطل، دم طفر علينا وانتو هم تدرون الوضوء الا حدم ما يستمر يبطل، كل ظنهم السادة وضوءهم يبطل. هاي البسبي احكي لك البسوك، اش ما تلتم الوادم ينوخون النوك، او مدرت شم عشيرة عامل السلاب على خنصر حسين ومحبس المبيوك، ثلث قصور خول اشترى بدرع حسين واكثر سعره، بس بخيلهم مسحوك. أما القراءة الثانية بعد انتهاء معركة الطف ورجوع مولاتنا زينب إلى المدينة المنورة، حدث لقاء بينها وبين أخيها محمد بن الحنفية. قال: يا زينب أخبريني كيف حصل الوداع؟ فأجاب: تفارقنا العصر كل من مشى الدربة، أخيك عرم حوان امشي ويغربة، انعوج بينا الدرب، تفارقنا العصر كل من مشى الدربة، أخيك عرم حوان امشي ويغربة، انعوج بينا الدرب كل ما مشينا نطيح، اش يمشي هالمعاضد واش يمشي هالمعاضد على الايدي عظبة، يا محمد شقلك خشب ريج حسين لو يعطش عبد وسهام لتشربة، يا محمد شقلك خشب ريج حسين لو يعطش عبد وسهام لتشربة، هندس بالقصر بس الحرس ينشاف لان بحزامه تلصف لمعه الحربه، يا محمد شقلك والحكي كلفه بالطف اللي يروح نحلفه بالعباس، اذا عباس رايح بيمن نحلفه، يا محمد وقعت بناس تقتل عينهم صلفه، بحجه نادره وتغسل بباب الحوش، والاقبال زينب مايها تنشفه، هاي التوجع السجاد والزيد علي همه، كل ما شاف ريشه يضوج يتذكر ريش عمه. واخيرا وعذرا على الاطاله، السيده رقيه في القصر تسمع نساء.
خلنا نحكيها بلهجتها، ان وحده تقول انا ابوي جاب لي تراكم من الطاف، الثانيه تقول انا ابوي مدلني. راحت للسيده زينب عليه السلام تقول لها يا عمتي سمع الحكي، يا عمتي سمع الحكي، وحدتهن مدلله ورقيه جدها نبه وجفوفها مسلسله. يا عمتي سمع الحكي، وحدتهن مدللة ورقية جدها نبي جدها علي وجفوفها مسلسلة. كير يجي يدرن خشب اقباله حطن مرة وثيابها مبللة. يا عمتي حاج الرمح خي وصل العمي، قلي له لبسن ذهب والذهب بي دمي. تشوفين ذيك المرة ما اعرف اش بيها، تقول له مالك اهل يا عمتي هاتيها، مو صعب امشي بدربي تتعب قدامي، الصعب ابوي الظهر ينذبح قدامي. هذا وانا اسال من الله القبول.